اليوم لربما تحدثنا نتحدث عن تقدم للقوات المسلحة إلى ما بعد منطقة جارف. القوات تقدمت تحت غطاء جوي بعد توجيه عدة ضربات للميليشيات المتواجدة في الهيشواب وقرين. هذه الضربات جاءت بعد عمليات استطلاع ورصد لكامل المنطقة الممتدة من إزدادة حتى منطقة أو حتى منطقة عملية القوات المسلحة. تلك المناطق هي أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة. تحدثنا عن عمليات جوية، استطلاع جوي واستطلاع بحري لكافة الحدود الإدارية لسرت المدينة، محصنة بثلاث خطوط دفاع. القوات المسلحة تحاول في أكثر من مرة التقدم على مواقع الميليشيات، تقدمت وسيطرت أيضا حتى على مواقع جديدة. لربما الجدير بالذكر أن نتحدث عن ضربة يعني قاسمة للميليشيات بعد أن استهدفت القوات المسلحة إحدى منصات الدفاع الجوي التركية التابعة للحشد الميليشياوي والغزو العثماني. تم استهداف تلك منصة وتم قتل أكثر من 6 ضباط حسب تصريحات من هيئة من إدارة التوجيه المعنوي. تحدثت عن إصابة مباشرة وإصابة أخرى لحافلة بها عدد كبير من المرتزقة. القوات المسلحة إلى هذه اللحظة يعني منذ قليل تقدمت في أكثر من منطقة. هذه الساعات ونحن بالقرب من منطقة العمليات نشهد هدوء حذر في هذه المناطق. لا يوجد أي تراشق لا بالمدفعية ولا حتى بالمدفعية الصاروخية. نسمع بين الحين والآخر أصوات طائرات الاستطلاع في محيط المنطقة. اليوم أيضا قامت القوات البحرية بتسيير جولات على طول الحدود الإدارية لسرت عن طريق الساحل البحري. وأما بالنسبة للأوضاع داخل مدينة سرت أحمد، فالأوضاع على خير ما يرام. تكاثف الجهود الأمنية في المدينة من غرفة العمليات وأيضا الغرفة الأمنية بسرت وأيضا باقي الأجهزة الأمنية التي كانت متواجدة في وسط المدينة لتأمين المدينة وتأمين أرزاق المواطنين في المدينة، بعد أن حاولت في الأيام السابقة كما تحدثنا مع العقيد صلاح هويدي وتحدث عن وجود بعض الخرقات الأمنية، ولكن تم السيطرة عليها وتم ضبط العديد من الخلايا النائمة. هذا باختصار أحمد ربما.